السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات عملي وظائف أعضاء النبات. بنتكلم على الأسموزية والبلزمة، احنا اتكلمنا عنهم في تجارب سابقة وقلنا كمان عليهم في المحاضرة. فقلنا الأسموزية هي انتقال المذيب اللي هو طبعا في الخلايا الحية الماء من التركيز الأقل إلى التركيز الأعلى، وطبعا احنا هنا بنتكلم كلمة تركيز أقصد بيها الأملاح، خلاص، لان ممكن تلاقي في بعض المراجع يقول لك من التركيز الاعلى يقصد بالميه، فاحنا عشان ما نتلخبطش يبقى تركيز الاملاح، دايما بنتكلم التركيز نقصد تركيز الاملاح، عمر ما حد بيقول تركيز الميه، خلاص، لكن في مراجع بتقول كده، فاحنا من التركيز الاقل. طيب احنا اعرف منين اذا كان التركيز بره اقل من جوه ولا لا؟ حركه الميه، الاسهم اللي عندنا هنا، احنا قلنا الميه اهي اتحركت من بره لجوه، يبقى من الاقل للاعلى، يبقى المحلول بره الخليه دي كان منخفض التركيز، والدليل على كده ان الميه دخلت جوه فحصل انتفاخ في الخليه. طيب تعالى هنا نلاقي في سهم رايح وسهم جاي، يعني سهم لجوه وسهم لبره، ايه الحكايه دي بقى؟ معناها ان كميه الميه اللي بتدخل قد كميه الميه اللي بتخرج، يعني متساويين، ده معناها ان المحلول اللي بره تركيزه مساوي للمحلول اللي جوه، فتظل الخليه كما هي. طيب تعالى هنا بقى نلاقي الميه كلها بتخرج، الله ايه ده؟ والسيتوبلازم كله الميه خرجت وحصل بلزمه، يعني انكماش في الخليه، خلاص، والميه خرجت، يبقى خرجت، يبقى من المحلول الاقل جوه الخليه الى المحلول الاعلى بره الخليه. وقلنا ده في فيديو سابق اتكلمنا الظاهره دي بتفسر عمليه الايه، الجفاف الفسيولوجي، اتكلمنا عنها في فيديو سابق، فممكن نرجع اللي حابب يرجع للفيديو مره ثانيه. طب تعال نشوف معمل افتراضي على هذه التجربه، تعال نشوفها بتتعمل ازاي، يلا بينا يلا بينا. ادي المعمل الافتراضي بالشكل ده، انا واخد هنا سلخه من النبات بالشكل ده اهو، واحطها تحت المجهر، وهناخد التركيز الاولاني 1/10، يعني العينه دي الميه اللي احنا حطيناها في التركيز ده، لما اجي ابص في المجهر انا عندي كنترول، يعني دي الخليه اللي محطوطه في الميه العاديه، خلاص، اللي هي كانت موجوده فيها، وهنا دي اللي هي الخليه المعامله اللي هي اتحطت في المحلول اللي تركيزه 1/10% من ملح الطعام. طبعا لما ابدا التجربه واشوف التايمنج بتاعي او الزمن اهو، بعد فتره الاقي ايه اللي حصل، الاقي الخليه امتلت بالميه وانتفخت، يعني الميه دخلت جوه الخليه، يعني انتقلت من بره الى جوه، يبقى من المحلول الاقل الى المحلول الاعلى، يبقى المحلول اللي بره ده كان ايه، هايبر ولا هايبو ولا ايزو، يعني اعلى في التركيز ولا اقل ولا مساوي، لا هو كان اقل في التركيز. طب تعالى نعمل التجربه مره ثانيه وناخد تركيز اخر، ناخد التركيز، نعلي التركيز شويه، خلاص، بس بدل ما ناخد كل التركيزات هننط بقى مره واحده كده، نروح على هنا كده، خلاص، وناخد الشريحه نحطها ونبص في المجهر، هيبقى عندي الخليه العاديه، ونشوف الخليه بقى اللي حطيناها في المعامله الجديده. ايه ده ايه ده ايه اللي حصل؟ ده حصل انكماش وبلزمه للخليه، يبقى معناها الميه طلعت من جوه الخليه لبره، يبقى المحلول اللي بره عفوا كان ماله؟ كان هايبرتونيك سوليوشن، يعني كان التركيز عالي، كان التركيز عالي. طب تعالى نعمل ريسيت وناخد تركيز اقل شويه، يبقى شفنا الحالتين، احنا خدنا ده، طب ناخد ده كده ونشوف الحكايه ايه، يبقى احنا شفنا الهايبو الاقل والاعلى. طيب ونقول ستارت، وبعد فتره من الوقت يحصل ايه، انكماش، يبقى الميه خرجت برضو، يبقى المحلول اللي بره هو اللي اعلى، من الاقل الى الاعلى. طيب تعالى بقى ناخد تركيز، نعمل ريسيت عشان نشوف التركيز ده اللي احنا فوتناه، وناخد الشريحه نحطها بالشكل ده. طبعا المعمل الافتراضي كان الرابط بتاعه هيكون تحت الفيديو، فنقدر حضرتك او حضرتك تقدر تجرب زي ما حضرتك عايز، واهو بالشكل ده كده ستارت، الزمن بالشكل ده ما حصلش تغيير، ده اللي احنا كنا عايزين، يبقى معنى كده ان ما حصلش تغيير، يعني الميه اللي دخلت قد اللي خرجت، يبقى المحلول اللي عندي ايزوتونيك اللي هو محلول مساوي للتركيز اللي بره قد اللي جوه. كده بنكون شفنا التلات حالات، وطبعا المعمل هيكون عند حضرتكم او حضرتك وتقدروا تجربوا بنفسكم. اشكركم لحسن استماعكم، وان شاء الله نلتقي في فيديو قادم قريب باذن الله في تجارب اخرى من تبسيط العلوم ان شاء الله، والى ان نلتقي اترككم في رعايه الله وامانه،
ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وألا يجعل في عملنا رياء أو سمعة أو كبرياء يا رب. شكرا وبالتوفيق، ونلتقي في فيديو قادم بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.